السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نكمل سلسلة محاضرات الجزيئي، وبعد ما أخذنا اللي هو الريبليكيشن التضاعف، وأخذنا بالترانسكريبشن الاستنساخ، وأيضا أخذنا إن شاء الله اليوم راح ناخذ اللي هو البوست ترانسكريبشن موديفيكيشن، اللي هو التعديلات ما بعد عملية الاستنساخ. شو يصير بعد الاستنساخ؟ وشنو اللي يصير هذا الـ RNA اللي نتج من هذه العملية؟ شلون يصير لترجمة للبروتين؟ شنو الفرق بين هذا الناشئ الـ RNA الناشئ بالبروكاريوتيك؟ شنو فرقه عن الإيوكاريوتيك؟ فإن شاء الله اليوم راح نوضح هذه التساؤلات ونسهلها بصورة بسيطة جدا على مسامعكم إن شاء الله، اللي هي البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن، أو ما تسمى بالـ RNA بروسيسنج، اللي هو معاملة الـ RNA بعد عملية الاستنساخ. فإن شاء الله اليوم راح نوضحها بصورة بسيطة جدا. خلينا نعرف هو أصلا شنو الـ RNA. الـ RNA بعد ما نتج من عملية الاستنساخ اللي هو ترانسكريبشن، احنا عندنا نتج RNA سميناه RNA، راح نسميه تسميتين. الاولى يا اما نسميه ناشنت RNA اللي هو RNA الناشئ، او البرايمر ترانسكريبت الجزء المستنسخ الاولي مين من عملية الاستنساخ. واثنين هن نفس الشيء، واثنين هن يعني معناه الناتج الـ RNA من عملية الـ transcription. زين، هذا الـ RNA الناشئ او الـ primary transcript need to be modified، يحتاج الى معالجة او يحتاج الى تحويرات modified to become functional tRNAs, RNAs and mRNAs، حتى تكون tRNA الترانسفير ار ان اي والرايبوسوم ار ان اي والمازنجر ار ان اي موظف او يكون بالوظيفه الصحيحه، وخصوصا لازم شي يصير له بي موديفايد. زين، هذا الموديفيكيشنز عمليه مهمه جدا وحرجه، وايضا مهمه جدا. وين تصير؟ هل تصير بالبروكاريوتيك يعني بالبكتيريا؟ لا، تصير فقط بالايوكاريوتيك سيستم اللي هو مثال عليه الفطريات والانسان. اذا عملية البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن تحدث فقط في الايوكاريوتيك سيستم اللي هو كائنات حقيقية النواة. ليش؟ هسه ان شاء الله راح نوضح بصورة بسيطة جدا. زين، هذه خلية ايوكاريوتيك سيل، خلية حقيقية النواة، وهذه خلية هي بدائية النواة بروكاريوتيك. شنو الفرق بيناتهن بعملية السينشنال دوغما، او شنو الفرق بيناتهن بعملية البوست ترانسكريبشن بروسيس؟ الفرق بيناتهن بالايوكاريوتيكس بعد ما هذا الدي ان اي يستخدم كتابلت، وايضا برايمر ترانسك، اذا نتجنا ار ان اي. احنا هذا كله شرحناه بالمحاضرات. وين تتم هذه العمليه؟ وين تصير؟ لاحظ هنا مؤشر، تحدث هذه العمليه بالنيوكلياس. وهذا ايضا فرق بين البروكاريوتيك واليوكاريوتيك من ناحيه النواه. وقلنا بان النواه الموجوده وين؟ محاطه بغشاء. وين؟ بالايوكاريوتيك، بينما بالبروكاريوتيك غير محاطه بغشاء، فاقد الغشاء النووي، وبالتالي الماده الوراثيه وين منتشره؟ بالسايتوبلازم. زين، هذا الار ان اي الناتج، هذا هو هذا الار ان اي 5 برايم 3 برايم، هذا الام ار ان اي النتج. زين، هذا وين يصير لعمليه الترانسكريبشنز والريبليكيشن؟ وين صارت؟ بالنواه اللي هو النيوكلياس. زين، لما يصير هذا الـ RNA هل مباشرة يروح للرايبوسومات، ينتقل من النواة إلى ويصير عملية تصنيع البروتين؟ لا، لأن إحنا قلنا بعملية السينشرال دوغما دي إن إيه يعطينا دي إن إيه ريبليكيشن، دي إن إيه يعطينا RNA ترانسكريبشن، والـ RNA يعطينا بروتين بعملية الترانسليشن. هذا الـ mRNA الناتج اللي هو الناشنت أو البرايمري ترانسكريبت أو الـ mRNA أو الهيتيرو نيوكلير mRNA، شنو هذا؟ ينتقل هل ينتقل مباشرة؟ لا، ما ينتقل مباشرة للرايبوسوم، لعد يحتاج إلى معاملات أو تحورات. وين؟ بالإيوكاريوتيك. فبالتالي إن شاء الله راح نوضح هذه الخطوة، اللي هو قبل أن ينتقل الـ mRNA الناتج إلى البرايبوسوم لحتى يكون صنع البروتين، شي يصير به؟ لازم تمر بعدة موديفيكيشن تحويرات. بينما الفرق بالبروكاريوتيك،
المادة الوراثية منتشرة بالسيتوبلازم، فمباشرة أيضا الـ RNA الناتج مباشرة راح ينتقل بالريبوسومات وتتم عملية تصنيع البروتين، وما تحتاج إلى أي موديفيكيشن، وإنما الموديفيكيشن ذكرناها تحدث فقط وين؟ بالإيوكاريوتيك سيل. وإن شاء الله الاستعدادات القادمة توضح هذا الشيء اللي هو ليش يصير موديفيكيشن بالإيوكاريوتيك وليش ما يصير موديفيكيشن بالبروكاريوتيك. زين، هذا هو عملية هذا النيوكليوس مثل ما ذكرنا تصير هذه العملية، ومثل ما ذكرناها قلنا يصير بها النواة، بالنواة تتم العملية. بينما هو الهدف الرئيسي من هذه هو شنو؟ الهدف الرئيسي هو الانتقال من النواة إلى الريبوسوم بالبروكاريوتيك مباشرة، بينما هنا لا، يحتاج إلى اللي هي الموديفيكيشن. شنو هي الموديفيكيشنز؟ ما هي الموديفيكيشنز بروسيس؟ اللي وشنو معنى مصطلح الهيتيرو نيوكليير ار ان اي؟ ايضا مصطلح اذا انشئت ار ان اي هذا يسمى، وايضا نسميه بالبرايمري ترانسكريبت، وايضا نسميه بالهيتيرو نيوكليير ار ان اي اللي هو الاتش ان ار ان اي. هذه كلها مسميات للام ار ان اي الناشئ بعمليه الترانسكريبشن، وين؟ فقط بالايوكاريوتيك سيل. زين، هيتيرو نيوكليير ار لارجر ذان ماتشور ار ان اي باي ميني فولد. يقول لك هذا الهيتيرو نيوكليير ار ان اي الناشئ البرايمري ترانسكريبت او الناشئ ار ان اي او الاتش ان ار ان اي، هذا يقول لك اكبر من الماتشور، من الناضج اللي هو مباشره راح ينتقل لمن؟ للريبوسوم وتتم عمليه الترانسليشن. ليش اكبر من يمه؟ ان شاء الله راح نوضحها بالسلايدات القادمه. زين، ويكون اكبر وايضا مطوع باي ميني فولد. زين، شنو هذه الموديفيكيشن او هذه التحورات اللي تصير بالايوكاريوتيك وما تصير بالبروكاريوتيك؟ بالايوكاريوتيك شو يصير بعد عمليه الترانسكريبشن؟ شو يصير كابينج ات ذا 5 ان، يصير يضيفون تضيف بعض المركبات البروتينيه، تضيف تركيب بالنهايه الخامسه يسمى بالكابينج، تركيب القبعه. زين، هذه اولا. ثانيا تيلينج، يسوي تذييل وين؟ بمنطقة 3 برايم. احنا مو عندنا الار ان اي، احنا سنجل سترون 5 برايم 3 برايم. بال 5 ايش يصير؟ يضيفون كاب سترانج، تركيب القبعة. وبال 3 اند يضيفون تيلنج بروسس. شنو تيلنج بروسس؟ هو عبارة عن شنو؟ تذييل لهذه المنطقة. ايضا ايش يصير؟ يصير ام ار ان اي سبليسنج اللي هو عملية تقطيع او عملية تعديل او عملية اضافة او عملية دمج او ربط للار ان اي. وبالتالي ليش الهيتيرو ار ان اي اكبر من الماتشور؟ ليش؟ لان هنا راح يصير بالايوكاريوتيك يصير ام ار ان اي سبليسنج، وايضا الار ان اي اديشنز يصير بها اللي هو عبارة عن مادة وراثية او جينات تشفر لاكثر من بروتين، وان شاء الله راح نوضحها بالسلايدات القادمة. زين، اذا اربعة modifications تصير بالايوكاريوتيك سيل بعد عملية الترانسكريبشن. اولا اضافة تركيب القبعة بالنهاية الخامسة، والتذييل بمنطقة الثالثة، والام ار ان اي سبليسنج اللي هو ايضا بالدمج الام ار ان اي حتى يصير ماتشور، وايضا الار ان اي ديشن بعض التحورات تصير بالار ان اي واللي يكون عدوان جين مسؤول عن عدة بروتينات خاصة بوظيفة معينة. زين، الكابينج ستراكشر اللي هو الكابينج ات ذا 5 اند، شو يصير بهذه؟ هو عباره عن مجموعه مثيل. هذه مجموعه مثيل وين تنضاف؟ تنضاف الى النيوكليوتيد. هذه من تضيف وين يتم تضيفها؟ يضيفها بال 5 برايم وليس ال 3 برايم. 5 برايم وين يضيف له؟ يضيف له مجموعه اللي هو المثيل اللي هو سي اتش 3. هذا السي اتش 3 يعتقد بانها تلعب دور جدا مهم بعملية الجين ريجوليشن، وايضا بالبروتين سينثيسيس، صناعة البروتين عبارة عن يتعرف عليها الام ار ان اي والترانسفير ار ان اي، يتعرف على المناطق ويتم بها نقل الحامض الاميني. وايضا هذه ايضا تعتبر بالكابينج
تلعب دور جدا بالجين ريجوليشن اللي هو التعديل الوراثي. اذا الكابنج ات ذا فايف اند هو اضافه مجموعه مثيل عند المنطقه الخامسه او الفايف برايم الموجوده بالسنجل ستراند الناشئ. كما موضح بالشكل هذه هي ميكانيزم او الميكانيكيه الخاصه بالميثيليشن او ما يسمى بالكابنج ات ذا فايف اند اللي هو باضافه الميثيل جروب بالمنطقه الخامسة بالار ان اي الناشئ. لاحظ هنا الميثيليشن وين تصير عادة؟ تصير بالسيتوسين رقم 2 او الكربون رقم 2 وايضا بيصير بالجوانين. وايضا هذا هو اضافة مجموعة مثيل بهذه المنطقة وذكرناها بان احنا قلنا هذه المنطقة هي شنو تلعب دور جدا مهم وين بعملية التعبير الجيني جين ريجوليشن جين اكسبريشن وايضا بالترانسليشنز بروسس. وهذه هي الميكانيزم الخاصة باضافة المثل جروب وين بالمنطقة بمنطقة الجي اللي هو الجوانين الموجودة بالبرايمري برايمري ترانسكريبت سمينا ثلاث تسمية الارانين الناشئ هيتيرو نيوكليار ام اراني والبرايمري ترانسكريبت وايضا بالبرايمري ترانسكريبت والناشنت اراني اللي هو الاراني الناشئ. زين هذه الخطوة الاولى اللي هو الكابنج ستركتشر اللي هو اضافة من تركيب القبعة وين بالنهاية الفايف برايم. فايف برايم كابسيتر is found on heteronuclear RNA 2 أيضا هذا موجود أكيد. وهذا وين تتم هذه العملية ذكرناها تتم وين بالنواة وهذا أيضا فرق ليش مصير بالبروكاريوتيك. البروكاريوتيك دائما النواة مو فاقدة وإنما منتشرة بالسيتوبلازم وإنما الRNA الناشئ مباشرة يروح علما للبروتين ترانسليشن. الكاب ستراكتشر ايضا ايضا يلعب دور جدا مهم بالترانسليشن من خلال ربط يتعرف عليه الكاب بايندنج بروتين عباره عن بروتينات خاصه بعمليه الترانسليشن يتعرف على هذا الكابنج سترانج وتبدا عمليه الترانسليشن صنع البروتين. ايضا هذه العمليه الكابنج اضافه القبعه او تركيب القبعه تسبق عمليه شنو السبلسنج اللي هو الدمج الار ان اي الناضج اللي هو ان شاء الله راح نوضحه بالسلايدات القادمه. الموديفيكيشن الثاني او التحوير الثاني اللي يصير بعد الكابنج ستراكشر هو البولي اي تيلينج اللي هو اضافه التذييل وين بمنطقه 3 برايم هناك بالتركيب القبعه بالتركيب الخام 5 برايم بينما التذييل وين يصير بالتركيب الثالثي. زين بالدي تي سيكونس اوف دي ان اي تمبلت ما موجود هذا وانما وين تتم تصير العمليه باليوكاريوتيك بعد عمليه الترانسكريبشنز اللي هو وما تعتمد على التمبلت لا وانما تعتمد على الار ان اي الناشئ اللي هو وظيف له البولي اي اللي هو مجموعه من القواعد الادينين وين بالتركيب بالنهايه الحره اللي هي 3 برايم. وايضا هذه العمليه البولي اي والكابنج ستراكشر هي تسبق عملية السبلسنج الدمج أو التحوير للآر إن إي الناشئ. بعد ذلك هسه التيلينج بروسيس تيك بليس إن ذا نيوكليير أيضا تحدث وين بالنواة وبعدها تنطلق المن بعد ما يصير هذه الموديفيكيشن وين تروح؟ تروح إلى الريبوسوم حتى يصير بيها اللي هي الترانسليشنز بروسيس أو ترجمة هذه المكونات أو هذه الشفرات الوراثية إلى بروتين. خلاص أذن هسه خلصنا من اثنين اللي هو الكابنج ستراكشر إضافة مجموعة مثيل عند التركيب الخامس وعرفنا ليش وأيضا البولي أي إضافة مجموعة أو ذيل من الأي القواعد النيتروجينية الأدينين وين على الآر إن إي الناشئ. ليش؟ هذه أيضا تلعب دور جدا مهم بالجين ريجوليشن وأيضا بالترانسليشن بروسس. وين تحدث؟ تحدث بالنواة وتحدث قبل عملية السبلسنج الدمج. ليش؟ لأن إذا اندمج الآر إن إي بعد انتهى صار شفرة وراثية كل شفرة وراثية وراح يتحول إلى البروتين وتصير بعملية الترانسليشنز بروسس. اما للتحوير الثالث واللي هو مهم جدا اللي موجود وين؟ ليش قلنا الام ار ان اي الموجود باليوكاريوتيك اكبر من الام ار ان اي الناشئ بالبروكاريوتيك؟ ليش؟ هنا بهذا السلايد راح نوضح. الام ار ان اي سبلسنج اللي هو دمج الام ار ان اي او تقطيعه ودمجه هسه ان شاء الله راح نوضحه.
الماتشور ام ار ان اي ار موش شورتر ذان دي ان اي تمبلت. يقول الماتش الار ان اي الناشئ اللي راح او الام ار ان اي الناضج اللي راح يصير بيه ترانسليشن يكون اكبر او اصغر من الدي ان اي تمبلت. ليش؟ لان راح يصير له ام ار ان اي سبلسنج اللي هو عباره عن حذف ودمج. لما ينحذف جزء من النيوكليوتايد سيكونس على الام على الام ار ان اي راح يخسر اكيد. ليش؟ لان راح ينحذف هذه المناطق. هذه المناطق تسمى مناطق التشفير تسمى بالإكزون، ومناطق الغير مشفرة تسمى بالإنترون. وبالتالي هذا هو السبب اللي يخلي الأم آر إن إي الناشئ باليوكاريوتيك هو أكبر من الأم آر إن إي الناشئ بالبروكاريوتيك، وهو أصغر الماتشور اللي راح يصير بيه سبليسنج يكون أصغر من التمبلت نفسه اللي هو الدي إن إي. شنو معنى السبلت جين او معنى اللي هو دمج الجين؟ احنا عرفنا بان بهذا باليوكاريوتيك اكو مناطق على الام ار ان اي الناشئ، هذا اكو مناطق مشفره واكو مناطق غير مشفره. هذا اللي هو ستراكشرال جين اللي هو عباره عن اوبيرون او ما يسمى بالجينات اللي تشفر موجود سيكونس موجودة على الام ار ان اي كومبوزد اوف كودينج. اذا هذا الجين يحوي على كودينج نيوكليوتايد سيكونس وايضا يحوي على لون كودينج سيكونس. برايكم انتم نحن نريد نتخلص من الكودينج لو النون كودينج؟ احنا نريد نتخلص من النون كودينج لان ما شفر لنا لاي حامض امين، وبالتالي راح يصير بحذف للنون كودينج سيكونس ويصير دمج بين من بين الكودينج سيكونس. الكودينج سيكونس دائما تسمى بالاكزونات، بينما هنا لا، النون كودينج تسمى بالانترون. بالبروكاريوتيك ما يحو على الجين الناتج، ما يحو على اندرونات، وانما فقط اكزونات وين، وبالتالي ما يحتاج الى اي موديفيكيشن بالبروكاريوتيك. زين، لاحظ هنا هسه هذا هو هذا اللي هو الاي جي، هذا الاي جي نون كودينج ريجن، هي منطقه غير مشفره. زين ايش تحتاج؟ شوفها هذه تحتاج الى سبلسنج اللي هو بينما من 1 إلى 7 اللي هو من 1 إلى 7 تكون هذه كودينج ريجن. شنو كودينج؟ يعني مشفره، يعني هذه منطقه الاي غير مشفره، ما تشفر لاي حامض امين. وايضا هذه المنطقه اللي هي جي ما تشفر لاي حامض امين، تسمى انترونات. بينما ال1 و2 لحد ال7 لا، هذه مناطق تشفير كودينج ريجن او ما تسمى بالاكزونات، يعني تشفر الى حامض اميني، وبالتالي يقدر على هذا من نسوي له ترانسليشن ترجمه راح يعطيك بروتين وراح يعطيك جين وايضا يصير وظيف. بينما هذني ما يطن اي جين لا منطقه الاي ولا منطقه الجي. فبالتالي المن واحد هذني هذا باللون الفيروزي او هذا الفستقي من 1 إلى 7 هذه منطقة كودينج ريجين اللي هو اكزونات، بينما الاي والجي هي منطقة ترونات نون كودينج ريجين. وبالتالي ايش تحتاج؟ تحتاج الى شنو؟ تحتاج الى سبلت جين اللي هو يحتاج الى قص، وبالتالي يقدر من خلاله يحذف هذه الاي منطقة الاي والجي وايضا يدمجهن مع من 1 إلى 7 مع بعض على البعض الاخر، وبالتالي قصر الناتج وليس زاد او طال من هذا الار ان اي الناتج. زين، شنو معنى الاكزون والانترون؟ الاكزون ار كودينج سيكونس، هي عباره عن مناطق او تتابعات مشفره، وايضا ابير اون سبلت جين، اكيد تظهر على الجين المدمج عند برايمري ترانسكريبت موجوده ايضا بان الار ان اي الناشئ، وايضا ويل بي اكسبريس تو ماتشور ار ان اي. هذه راح يعبر لها المن يعبر الى الام ار ان اي الناتج، هذه راح تشفر الى حامض اميني ولا تشفر الى جين وبالتالي تكون وظيفيه. بينما وين المشكله؟ الانترونات. الانترونات نون كودينج سيكونس، تسلسلات غير مشفره لاي حامض اميني، غير مشفره، وبالتالي ايضا موجوده على البرايمري الناشئ وما موجوده وين على الماتشور الناتج او الناضج الام ار ان اي. وبالتالي ايش يحتاج لها المناطق؟ اذا هي مناطق غير مشفره موجوده على الجين، هذه اولا تاخذ مساحه وايضا ممكن حتى تسوي ايرور، وايضا فبالتالي ايش يحتاج؟
cleaved out، سوي لها دمج، وبالتالي بعدين راح تبدي السبليسنج بروسيس. هذا هو الفرق بين الام ار ان اي سبليسنج، اللي هو الجين يكون باليوكاريوتيك الناتج الار ان اي برايمري ناشط ار ان اي يكون اطول مين من الار ان اي الناتج وين بالبروكاريوتيك. ليش عرفنا؟ لان يحول على مناطق انترونات بينما وايضا اكزونات، بينما بالبروكاريوتيك يحول على اكزون ولا يحول على الانترون، وبالتالي يكون اقصر. فبالتالي يحتاج هذه الانترونات الى معامله حتى تصير لها كليفت اوت. هذا ايضا شكل يوضح الامار ان سبليسنج. لاحظ هنا الامار البرايمري ترانس، شوفوا لاحظ يكون اطول ويكون طويل. ليش؟ لان بي مناطق هذه غير مشفره، لاي وجي بتكون غير مشفره. فبالتالي شوفوا اللي هو راح يصير بي ترانسليشنز بروسس، اللي هو شوفوا هذا طول، هذا طول هذا الجين. شوفوا ليش صار بهيش؟ لان راح يصير به عمليه سبليسنج كليفيد اند بول ادينيشن يصير به. شوفوا هذا الكاب ستراكشر اللي حكينا وين بالفايف برايم، وايضا لل3 برايم يصير بول ادينيشن يصير به، اللي هو باضافه التذييل الادينين قواعد النيتروجين الادينين بالنهايه هاي. وتسبق من قلنا ذكرنا تسبق عمليه صح، تسبق عمليه السبليسنج اضاف كاب ستراكشر وضاف سوى تذييل، يلا بدت عمليه السبليسنج. شوفوا الماتشور ار ان اي، طول الماتشور ار ان اي يكون اقصر مين من البرايمتر. ليش؟ لان حذفنا هاي المناطق الغير مشفره، سميناها اكزونات لو انترونات لا انترونات، بينما هذه التشفر هذه كلها يحوي على اكزون، هذه هو الاكزون، وبالتالي قصر الار ان اي الناتج من الناتج الى الناضج اللي هو هذا مباشره. هسه وين راح يروح؟ راح يروح الى الرايبوسوم وتبدي عمليه صنع البروتين اللي هو البروتين ترانسليشنز. هذه ايضا شكل وصوره يوضح الفرق بين الام ار ان اي سبليسنج. شوف هنا الامار هذا الار ان اي الناتج، شوف يحوى على اكزون وانترون ويحوى على اكزونات. حتى يتخلص من هاي المناطق لازم شو يسوي لها؟ كليفت اوت، يسوي لها حذف ويسوي لها دمج، او يسوي لها حذف ايضا من الار ان اي. شو يسوي؟ لاحظ هنا ببساطه، شوف هنا سوى قص، قص هاي المنطقة، قص هاي المنطقة وسوى لها شنو؟ وسوى دمج بين هاي المنطقة وهاي. شنو هذه؟ هذه الاكزون رقم 2 واكزون رقم 1. ليش؟ وبالتالي قصر الناتج من الاول الى الناتج، يسمونه به الماتشور ار ان اي، اللي هو الناضج اللي راح يصير به ترانسليشنز بروسس لصناعة البروتين. نجي الى العملية او التحوير الرابع بعد ما اخذنا الكاب ستراكشر، واخذنا البولي اي بي التيل التذييل بالثري برايم، واخذنا بالام ار ان اي سبليسنج. هسه راح ايش ناخذ؟ راح ناخذ الام ار ان اي اديتنج، اللي هو اللي يكون بهاي العمليه، اللي هو ايضا تصير تيكينج بليس ات ترانسكريبشن ليفل، ايضا بالعمليه اللي تسبق ورا عن بوست ترانسكريبشن، بعد عمليه تاخذ مكانها بعمليه الاستنساخ اللي هي الام ار ان اي اديتنج. شنو معنى الام ار ان اي اديتنج؟ معناها الام ار ان اي اديتنج معناها تحوير او اضافه او للام ار ان اي نفسه، وراح نعرفها شنو معناها باللغه الانجليزيه. شنو معنى ما؟ معنى الام ار ان اي هو عباره عن ون جين، هذا الون جين responsible for more than one protein، يعني جين واحد يعطيك لأكثر من بروتين. مثلا هذا بروتين بالدماغ هو نفس الموجود مثلا بالانتستين أو باللانج، هو نفسه بالبرين الدماغ أو يعني ما شابه ذلك. معناها ون جين مسؤول على أكثر من ون بروتين، يشفر لأكثر من بروتين، وهذا البروتين يؤدي وظائف ولكن بأماكن مختلفة، ممكن بالدماغ، ممكن بالبرين، باللانج، بالسبلين، ممكن يعني من هذه التفاصيل الأخرى. وايضا هذه الجين افتر بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن تحدث بعد عمليه الترانسكريبشن بروسس. اذا معنى ام ار ان اي اديتنج هو معناه ون جين ريسبونسبل فور مور ذان ون بروتين، اللي هو الخاص يعني جين واحد مسؤول عن اكثر من بروتين يؤدي نفس الوظيفه ولكن باماكن مختلفه. وهسه راح ناخذ مثال على هذا الشيء. زين هذا هو الام ار ان اي ديفرنت باث واي اوف الابو بي. هذا الابو بي عباره عن جين، هذا الهيومن بي جين مالته الهيترونيون. هسه هذا صاير بيه تعديل؟ لا ما صاير بيه تعديل، لازم يتعدل بالضبط. شوفوا هنا هذا الار ان اي، شوفوا الار ان اي يتعدل سي سي اي يو اي اي، وايضا صار بيه تعديل. وبعدين وين راح؟ راح هو اكثر، هذا يشفر اكثر من بروتين، وبروتين واحد من نفس الجين يروح للليفر
وايضا يروح للانتستين ويؤدي الوظيفه. هذه معناها هي الام ار ان اي اديتنج، معناها وان جين مسؤول على اكثر من بروتين، هذا البروتين يؤدي وظيفه باماكن مختلفه، ممكن تكون بالليفر والانتستين. مع العلم ذن الاثنين البروتينات الاثنين يؤدين وظيفه، هو ان يشفر لهم نفس الجين اللي هو مثال هنا الهيومن ابو بي جين. ايضا بوست ترانسكريبشن شي يصير؟ يصير تحوير بالتي ار ان اي، ار ار ان اي، وايضا بالام ار ان اي. شي بالنسبه للتي ار ان اي شنو التحوير يصير بيه؟ بمنطقه هذه المنطقه ال3 برايم او اتش راح يضيف سيكونس، هذا السيكونس هو عباره عن اللي هو مكان يعمل على ربط من هو الامينو اسيد، امينو اسيد اتاتشمنت سايت، مكان للالتصاق من هو الحامض الامين حتى يساعد بعمليه الترانسليشن بروسيس، اللي هو راح يضيفون سي سي اي. لاحظ هاي النهايه ما بيها سي سي اي، اذا بالموديفيكيشن راح يضيفون سي سي اي وين؟ بالنهايه ال3 برايم او اتش حتى تسهل اتاتشمنت انمن للامينو اسيد بهذه العمليه. شلون تتم هذه العملية addition of CCA لل 3 برايم OH؟ من خلال هذا هو tRNA، هذه ال 3 برايم OH. شوف هنا السلسلة ماكو، راح اكو انزيم اسمه الR tRNA nucleotide transferase، يحول ياخذ من الATP يحوله الى الADP، وبالتالي راح يضيف بمنطقة CCA بال 3 برايم OH، وهذا ايضا ذكرناها تلعب دور جدا مهم بعملية الترانسليشنز اللي هو عملية صنع البروتين. هذه هي الميكانيكية لإضافة الموديفيكيشن للتي ار ان اي. ايضا التي ار ان اي راح يصير بي ايضا التي ار ان اي بعدة تحورات. لاحظ هذه التحورات من ضمنها اللي هو يصير بي ميثيليشن بمنطقة رقم واحد اللي هو هنا على الادينين، يضيفون بي مجموعة مثيل، وايضا بالجوانين ايضا يضيفون مجموعة مثيل سي اتش 3 بهذه المناطق. بعد شوفوا بمنطقة رقم اثنين راح يصير اختزال ريدكشنز، اليوراسيل يصير بها ريدكشن اللي هو الاختزال. زين بعد ترانسفيوجنز او ترانسفيرجنز، اليوراسيل يتحول الى لمدة قاعدة نيتروجينية. بعد ايضا راح يصير بالدي امينيشن، الدي امينيشن بالمنطقة رقم واحد اللي هو ازالة مجموعة امين. كل هذه العمليات تتم وين؟ بعد عملية الترانسكريبشنز بروسيس. ايضا للار ار ان اي شي يصير بيه؟ ايضا يصير بيه تحوير. ايضا ذاك هسه شوف التحوير صار على الام ار ان اي، صار على التي ار ان اي، وايضا صار على الار ار ان اي الخاص به. زين هذه اكو وحده اللي هو 45 سفيدريك يونت ترانسكريبت موجوده وين؟ بالنواه. وهذه راح تالف او هي بريكيسر للثري كايند اوف ار ان اي اللي هو ثلاث مكونات او انواع للار ان اي. وبالتالي هذه بعد عملية الترانسكريبشن راح شي يصير بيها تجمع وين؟ بالرايبوسوم بروتين تو فورم رايبوسوم. وايضا هذا مهم جدا بعملية شنو اللي هو الترانسليشنز بروسيس اللي هو عملية صناعة البروتين. ايضا يعني بين قوسين يعني كل هذه العمليات ويصير الموديفيكيشن بها وين تصير؟ تصير بوست ترانسكريبشنز بروسيس. لحد الان مصانع البروتين بالايوكاريوتيك ما يصنع بروتين الا يمر بهذه الخطوات. لاحظ هنا عمليه، بينما بالبروكاريوتيك ما يحتاج هذا الشيء، وانما مباشره يذهب الام ار ان اي الناتج الى الريبوسوم وتتم عمليه صناعه البروتين. اذا هذه هي عمليه الموديفيكيشن اللي يصير بعد الترانسكريبشن اللي هو الاستنساخ. لاحظ هنا بالار ار ان اي موديفيكيشن شي يصير بي؟ شوفوا هذا هو الار ار ان اي. زين شوفوا راح شي يسوي بعمليه، احنا نعرف بان هذه ال 45 يونت هي عباره عن 18 اس، وليش 18 مو 16؟ 18 هو يوكاريوتيك، بينما لو 16 قال هنا لا تكون بروكاريوت. راح يصير بيها سبلسنج. لاحظ هنا بعد عمليه الترانسكريبشن راح شي يصير؟ لاحظ بعد عملية راح لاحظ هنا راح يصير بيها السبلسينج. بعد السبلسينج شوفوا راح يصير انتج لنا ما يسمى بالفايف ثلاث وحدات اللي هو 18 ريبوسوم الار ان اي، 5.5 سفيدريك يونت، وايضا الثمانية وحدة ال 28. هذا وين يصير؟ يصير ب ايضا بعملية الار ان اي بروسيسنج. اذا
الموديفيكيشن بوست ترانسكريبشنز هي كالاتي بصوره ملخصه بصوره سريعه. اولا اضافه مجموعه مثيل اللي هو الكارن ستراكشر بالفايف ان بالايو فقط. من اقول بوست ترانسكريبشنز بروسس اقول ايو كاريوتك فقط. هذه الكابينج هذه رقم واحد بالفايف ان. اضيف مجموعه قواعد من الادينين بالمنطقه 3 برايم وايضا بالام ار ان اي سبلسنج ازاله المجاميع الغير مشفره واضافه المجاميع المشفره. وايضا الايديتنج اللي هو يكون هنا ينطى لجين مسؤول عن انتاج لاكثر من نوع بروتين يؤدي وظيفه باماكن مختلفه مثل ما ذكرنا الابوجين هذا موجود بالانتستين وايضا موجود ب الليفر ولكن هو يشفر له لجين واحد. هذه معناه الام ار ان اي 1 بروتين 1 جين ريسبونسبل فور مور ذان 1 بروتين. ايضا اخذنا ب يصير بالتي ار ان التي ار ان اي عده تحولات اضافه السي سي اي ايضا وايضا القواعد النيتروجينيه بي تي ار ان اي يصير بها موديفيكيشن حتى تسهل عمليه صناعه البروتين. وايضا التي ار ان اي هذا مثل ما وضحتكم اللي هو 45 مسؤوله عن انتاج ثلاثه مكونات 18 اس 5.8 وايضا 28 اس اللي هو مي الار ان اي المسؤول بصناعه البروتين. اتمنى لكم الاستفاده من هذه المحاضره البسيطه مع الشكر الجزيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.